ثاني خبر معانا، شاشات اللمس تقلص فترات نوم الأطفال. تفاصيل الخبر: كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأطفال الذين يمضون وقتا للعب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل باللمس يميلون إلى النوم لفترة أقل من نظائرهم الذين لا يستخدمون تلك الأجهزة. وللوصول إلى هذه النتائج وجه الباحثون بكلية بيركبيك التابعة لجامعة لندن البريطانية أسئلة إلى 715 من آباء وأمهات لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات عن المدة التي يمضيها أطفالهم غالباً في استخدام الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي تعمل باللمس وعن نمط نومهم. وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم السبت في دورية Scientific Reports أن 75% من الأطفال الذين شملهم البحث استخدموا الأجهزة التي تعمل شاشاتها باللمس بشكل يومي، وأن 51% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 11 شهر يستخدموها بشكل غير يومي. وأثبتت النتائج أن الأطفال الذين يستخدمون تلك الأجهزة بشكل عام ناموا فترات أقل ليلاً وأكثر نهاراً، كما وجدت أن كل ساعة يمضيها الطفل يومياً في استخدام مثل هذه الأجهزة التي تعمل باللمس يؤدي لانخفاض فترة نومه بمقدار 15 دقيقة. خبر مهم جداً خصوصاً لطول البيوت التي فيها أطفال. منتشرة حالياً كثيرة. يعني الأطفال كلهم تلقي الطفل، أنا عن نفسي بنتي عمرها 1.5 سنة تمسك التلفون، تمسك برضو التهدف. بعدين هو جاذب ليها الإضاءة طالعة منه، تفاصيل كثيرة جداً بتخلي الهاتف جاذب. هم صح بيتعلموا سريعاً من خلاله، بينموا الذكاء عندهم، لكن فيه مخاطر ومشاكل المفروض الناس تنتبه لها.